شامي شامخا عزيزا. هذا المشهد من فيلم كأس العالم للمخرجين السوريين أحمد ومحمد ملص، واحد من المشاهد التي دفعت الأمن العام اللبناني إلى إصدار قرار بعدم إجازة عرضه. إدارة مهرجان بيروت الدولي للسينما رفضت حذف مشاهد من الفيلم بناء على طلب جهاز الرقابة، علما أن الفيلم يروي قصة شاب سوري يحاول تأليف فريق كرة قدم للمشاركة في كأس العالم 2018 رغم أهوال الحرب السورية. لو بيتركوا الفن للفنانين والثقافة للثقافيين، بيتركوا السياسة للسياسيين، ما يخطون مع بعضهم. نحن هون بلبنان عم بينجح لبنان بالثقافة وبالفن، وعم بيظهر من وراء الثقافة والفن. نحن ما رح نقبل انه يرجعونا العصر الخشبية، منضلنا نشتغل لنضلنا واقفين وماشيين لقدام. دائرة البث المرئي والمسموع في الأمن العام اللبناني منعت أيضا عرض فيلم أمور شخصية للمخرجة الفلسطينية مها حاج، ويروي قصة الصراع بين الحاضر والماضي. غالبا أي فيلم كان فلسطيني بيكون فيه سموير شيء تعاون إسرائيلي، يعني نوعا ما إذا بدنا نروح بهالاتجاه ورد كتير أنه نلغي كل المحاولات الفلسطينية. يعني أنا برأيي مع إلغاء الرقابات بهيك حالات. ثالث الأفلام الممنوعة من العرض الفيلم الإيراني ليالي شارع زيندا، فيلم كان السبب الرئيسي في مغادرة المخرج محسن مخبل باف إيران عام 1990. يتناول الفيلم قصة حب مستحيلة وتدور أحداثه قبل وخلال وبعد الثورة الإيرانية. على الأكيد نحن ما نقيناهم أبدا من وجهة نظر معارضة أو حتى نعمل بلبلة، أكيد أبدا مش هذا هدفنا. هدفنا دائما نحن الارتقاء بالمستوى الثقافي السينمائي، ونعرض على المشاهدين الأفلام ما بيشوفوها عادة بالإطلاقات التجارية بالسينما. قد لا تكون المرة الأولى التي تواجه فيها إدارة مهرجان بيروت الدولي للسينما قرار الرقابة بمنع عرض أفلام تعالج قضايا إنسانية وتشكل مساحة للنقاش ضمن إطار حرية الرأي والتعبير حسب قول القائمين على هذا المهرجان. إذا كانت الرقابة تعمد أحياناً كثيرة إلى منع عرض أفلام تحت شعار المحرمات، إلا أن السياسة كانت هذه المرة السبب الوحيد في منع عرض بعض الأفلام ضمن مهرجان بيروت السينمائي في دورته 16. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.